ولتشريف هذه الكوكبة التي تمثل في الإسكندرية الحبيبة. إسكندرية مدينة السحر والصبر والشجاعة والتاريخ، أقول ذلك بالفعل. وأن القيادة في الإسكندرية جديرة بأن يبدأ هذا المشروع وأن ترعاه، فقد تعودنا من السيد اللواء طارق المهدي محافظ الثغر كل إنجاز طيب وكل مجهود مثمر أعانه الله ووفقه لخدمة شعب الإسكندرية. أنت في قلب المصريين جميعا في لحظات كنا نحتاج الكثير من الرجال والأسود كمان، وكنت أنت أحدهم وأنت تعرف ذلك. حقيقة فخر لينا في إسكندرية إن إحنا نفتتح أو تبقى ضربة البداية لإقامة عمران وتعمير في البلد، لأن العمران مش هيجي غير كده، إن تتكاتف الجهود وتتكاتف النوادي وتتكاتف الجمعيات، كل يبدأ في طريقه، نعمل على التوازي، نعمل في توقيت واحد، نحول هذه الأرض اللي هي بنتكلم على 4 و5 و6% من أرض مصر عليها حياة والباقي صحراء، بأيديكم جميعا، بأيدي الأفكار البناءة، بأيدي العمران لعدم انتظار الدولة، هو الجديد على أرض مصر. احنا محدش مستني. أعتقد النهاردة كان عندي طرح طول النهار لجمعيات بتتكلم على 50% أو 49% زيادة اللي هتبقى في أرض اسكندرية. وعلى ما قاله سعادة المستشار أحمد الزين من أن قضاة مصر هم جزء من تاريخ مصر، وعندما يؤرخ الجميع في تاريخ مصر في الفترة الأخيرة لابد أن يؤرخ أحمد الزين، ولابد أن يؤرخ قضاة مصر، لأنهم كانوا قاطرة التغيير وحباهم الله بأن يكون هذا التغيير على يد القضاة أجلاء أفاضل لهم الفضل ولهم الذكرى في كل نفس في كل مواطن مصري. نحن في احتياج فعلا، مع ظل اللي احنا فيه ده محتاج شوف بس يا فندم معايا، بس شوف يا فندم، ممكن شوف بس يا فندم جنبها هنا. ايوه تعالى حضرتك هنا شوف بيه جنب. اتفضل ممكن تطلعونا بس شويه، تطلعونا شويه، طال عمرك، طول عمرك، طول عمرك يا عم، ايدك كلها طول عمرك، انت طول عمرك. بص يا فندم،